بوست مفاجئ ظهر على الفيس، فيروس غريب ينتشر في الصين. رياكتات وكومنتات واحنا لسه مش فاهمين، بس قالوا هيجي عندنا يقفل المدارس والجامعات، واحنا كطلبة فرحانين، الامتحانات داخلة علينا وكالعادة طبعا مضغوطين، فرصة وجات من عند ربنا ولفرج كورونا مستنيين. لحد في يوم قالوا الرئيس ادى اجازة اسبوعين، تهليل تهليل تهليل، اجازة بشر مش متخيلين. فجأة وبدون مقدمات، مد في الأجازات، رعب في كل القنوات، وشريط أخبار مليان خوف، كورونا يقتل مئات الألوف. سيطر علينا السكوت، كورونا مش نكتة ضحكنا عليها، دي طلعت موت. حجر صحي سيطر على العالم، عدو واحد بتحاربه كل البلاد، لقاح بنسابق الزمن ليه، وفيلم رعب كل يوم يتعاد. الوضع طال وكأنه ليل فجر وبعيد، وكل ما نقول خلاص هانت نلاقيه بيبدأ من جديد. سيبنا المدارس والجامعات، نسينا المذاكرة والامتحانات، وحالنا واقف في كل ناحية، دكاترة مطحونة في المستشفيات، احنا بننام وهي صاحية. عرفنا قيمة التمريض، هتفنا وقلنا فليحيا التمريض يحيا. قالوا لنا عليكم بالكمامات وغسل الايد بال10 مرات، قالوا عليكم بالدعوات والله خير الحافظين، ده ابتلاء من عند ربنا وبإذن الله هنخرج منه سالمين. الوضع كان بيزيد خطورة، والناس في الرعب عايشين، الضلمة غطت كل الصورة، ما بقيناش خلاص شايفين. قفلوا المساجد، قفلوا الكنائس، وقالوا صلوا في البيوت، قلنا يا رب لعله خير، وضع مؤقت وهيفوت. فاجئنا الأذان المعدل في يوم، ألا صلوا في بيوتكم وجعتنا، ألا صلوا في رحالكم كسرتنا، فاجئتنا دموعنا يومها غلبتنا، رفعنا أيدينا وقلنا يا رب يا رب ما تكونش دي نهايتنا.